توفق ان شاء الله للمنتخب الوطني. هادشي اللي كاين ولينا اليوم قصه وتسترطات ديال الصمار هضرك حنا السكينه ديال مدينه الدار البيضاء جينا وجبنا معنا لي درابو لي كاسكيت لي شال كاع اللي كيتعلق بالوسائل ديال تشجيع المنتخب الوطني وان شاء الله بجهد الله يكونوا رجاله ويحمروا لنا وجهنا ويهزوا الدرابو الفوق الفوق كيما حنايا كنناضلوا وكنجيبوا هذا الشيء باش نقلبوا حتى حنايا على نساندوا المنتخب الوطني ان شاء الله ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يكونوا عند حسن الظن جميع المغاربه وان شاء الله نفوزوا بالمباراه ونتقدموا لقدام ان شاء الله يا رب العالمين. وديما مغرب وديما جبنا معنا الشعار ان شاء الله باش كاع الجمهور اللي غيكون كيتفرج في المقاهي ان شاء الله يقوم باش يساند المنتخب الوطني احسن سند ان شاء الله. اذا اليوم مور ما تفرجنا المنتخبات العربيه قدموا نتائج ايجابيه يعني الحماس تزاد وكنتمنوا حتى احنا ايضا على خطى جميع المنتخبات نقدموا نتيجه ايجابيه يوم غد. اذا كنتمنوا ان الناخب الوطني يبدا بالاسماء المعتاده وندخلوا في الاجواء المقابله بدون خوف يعني اليوم اليوم بيتنا السعوديه بلي اي حاجه ممكن. المنتخب الارجنتيني كان المرشح الاول للقب ويعني خسر المقابله الاولى يعني المفاجات كاينه وكنتمنوا ندخلوا واثقين من نفسنا وخصوصا الجانب الديني هو المهم في هذه المنافسات وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. كيف ما قال الدري صاحبي اليوم جينا ناخذوا الفلاكس ديال المغرب ان شاء الله وكنتمنوا مي اونوري وتوني وبديك الساعه ان شاء الله نشوفوا بيرفورمانس كبيره. عندنا لعابه كبار كنتسناو منهم يكونوا في النهار ديالهم سيرتو لي طاب سيشيك خاص يكون سوليد وان شاء الله بوفالو الدراري حكيمي يفرحونا غدا كيف ما شفنا اليوم مع تونس ومع السعوديه. واخا قطر ما حالفهمش الحظ ولكن العرب داروا بيرفورمانس مزيانه الحمد لله وان شاء الله كما كنشوفوها هما لي برودوي ديال المنتخب وديما مغرب وديما حكيمي وديما بوفال. وكنتمنوا التوفيق للمنتخب ديالنا وراه حنايا معاه بالروح بالدم اخي وكنتمنوا يفوزوا ويفوزوا الدول العربيه كامله اخي. هادشي اللي كنقول لك اخي صافي اخي. واخدي دابا ثلاثه بتي شورتات وجوج ديال البنديرات حيت باش نعلقهم في القهوه ديالي باش نشجعوا الناس ونشجعوا ويجيو عندنا الناس نشجعوا بدل المنتخب ديالنا غدا ان شاء الله في الصباح. نتمنوا التوفيق جميع الدول العربيه ان شاء الله يا ربي العالمين. صوبك ارباب مقاهي عملتوا استعدادات؟ عملنا استعدادات ضروري عملنا استعدادات زواقنا هذه باش الناس ملي يدخلوا عندنا باش يرتاحوا يجبروا استعدادات يجبروا بزاف الحاجه تما غير يرتاحوا عندنا ان شاء الله يا ربي الحبيب. كيفاش كتشوف النتيجه؟ والنتيجه كنشوف المغرب يتفوق ان شاء الله. راه عندنا منتخب في المستوى عندنا ليكيب في المستوى ونتمنوا التوفيق ان شاء الله يا ربي الحبيب. نتمنوا التوفيق. ما يمكنش حنا كمغاربه دائما مع المغرب ودائما كنشجعوا الفريق الوطني والفريق الوطني كان دائما في تألق لانه هذه ثالث مره المشاركه في اقصائيه ديال كاس العالم ولما لا نعاودوا تكون ثالث مره باش نوصلوا للثمن. احنا مأكدين على انه كرواتيا وبلجيكا ما كتخوفناش لان عندنا الرجال وعندنا اللعابه من العيار الثقيل وان شاء الله 4-1 ومع بلجيكا 3-0 ان شاء الله باذن الله وانتصار ديال السعوديه اللي هو كيشرف جميع العرب والمسلمين هو محفز لنا على اننا نمشيو لقدام وخصوصا تونس هي استطاعت ان تفرض على الدنمارك التعادل اللي هو بمثابه انتصار وتال قطر الشقيقه ان شاء الله غادي تقول الكلمه ديالها في المباراتين المقبله. اطار انا جيت مع الابن ديالي باش ياخذ هذا القميص اللي هو كيشرف المنتخب الوطني وكيشرف البلاد وخصوصا وان فيه اللاعب العيار الثقيل اشرف حكيمي وديما مغرب ديما مغرب